الحق في التوفير العناية بالأسنان في أندلوسيا باش ولادكم يكونوا بصحة جيدة. خاصنا نراقبوا حالة الأسنان ديالهم من بداية الأول سنة حتى الوصول سن المراهقة. عناية الأسنان كتلعب دور مهم باش تفادى جميع الأمراض وتحصل على حياة وعادات صحية. أندلوسيا صحة الأسنان للأطفال من الأولويات، وهذه المنطقة قدمت واحد المجموعة ديال الإعانات باش تسهل لجميع الأطفال الاستفادة من العناية بالأسنان، يعني بالدرجة معاونة باش الأطفال يتهلاو في سنانهم. هذا الفيديو مدير باش نشرحوا لكم كيفاش تحصلوا عن الحق ديالكم الإعانات الفمية في أندلوسيا. غادي نأكدوا الأهمية ديال هذه المساعدة، خدمات اللي كتقدم، كيفاش توصلوا ليهم، وبطبيعة الحال علاش هذه المساعدة مناسبة. صحة الأسنان للأطفال عمود المستقبل. العناية بالأسنان للأطفال عندها تأثير مباشر على صحة الطفل بصفة عامة، سواء كانت قدرته على المضغ، الهضرة، وتواصل مع الناس الآخرين بلا ألم أو حشمة. شي أمراض بحال التسوس، التهابات، وتشوه الأسنان يقدروا يضروا ماشي غير الصحة الجسدية ديال الطفل وصافي، وإنما حتى من حالته النفسية وتيقته في راسه. من جهة أخرى، عادة النظافة الفمية اللي كتبدأ من الطفولة إلى مدى الحياة، الطفل اللي غادي يتعلم يغسل سنانه بطريقة صحيحة ويزور طبيب كل مرة أكيد غتكون عنده أسنان صحية حياته كاملة. في أندلوسيا الحصول على خدمات طب الأسنان مضمونين لجميع الأطفال من خلال البرنامج العناية بالأسنان بادي. هذا البرنامج اللي تطبق في 2002 عنده كهدف أساسي التضامن مع القاصرين في أندلوسيا، اللي هو يحصلوا على رعاية الأسنان فابا. شكون اللي عنده الحق يحصل على هذه العناية؟ البادي كيشمل كاع الأطفال المقيمين في أندلوسيا من 6 سنين حتى 15 سنة. هذه المرحلة من العمر مهمة بزاف، لأن في هذه المرحلة هي فين كيوقعوا بزاف ديال التطورات أو اختلافات في الأسنان ديال الأطفال، وفين كيشدوا العادات الصحية ديال الأسنان. الخدمات اللي كتوفر لك البادي شنو هما؟ البادي كيوفر لك جميع الخدمات للأسنان، سواء باش تاخد احتياطات ولا تعالج الأضرار ديال الأسنان. هاد الخدمات هما: اولا فحوصات كل عام. كاع الاطفال اللي مسجلين في البرنامج عندهم الحق يديروا فحص لاسنانهم كل عام وفابور، فين كيراقبوا لهم الحاله الصحيه ديال الاسنان ديالهم وكينظفوا لهم الاسنان الا كان من الضروري. ثاني حاجه هما علاجات باش تفادى الامراض. هاد العلاجات كيستخدموا الفيلور اللي كيتفادى اضرار اللثه، كيعلموك تقنيات لغسل الاسنان باش تفادى ظهور تسوس الاسنان ولا اضرار ولا امراض اخرى. واخر حاجه هما علاجات اخرى، مثلا الى لقاو عند الطفل تسوس ولا شي اضرار اخرى في الفحوصات اللي كيديروا كل عام، البادي غيتكلف كاع المصاريف مثلا للاستخلاص التسوس ولا ازاله الاسنان مره واحده. وبطبيعه الحال الحوادث، مثلا الى تصاوب شي حادثه ولا اضرار، مثلا اطفال فاش كيلعبوا ممكن يطيحوا ولا يتصابوا في سنانهم، الى كان هكذا هذا البرنامج حتى هو كيتكلف بهذا. كيفاش ممكن ندخلوا في البرنامج ديال البادي؟ باش نحصلوا على المساعدات اللي كيوفر لينا البادي، خاصنا نتاكدوا بلي الوالدين الاطفال ولا الشخص اللي متكلف بهم يسجل ولادهم في البرنامج. خاصهم يتسجلوا فاش كيقفلوا السنين، ومن وراء هادشي الوالدين غادي يقدروا يحصلوا على واحد الكارت هنا يقدروا يصرفوا كاع الخدمات اللي كتوفر لهم البادي الا كان الطفل محتاجهم. شنو هما اول خطوات باش تستعمل البادي؟ تسجيل بشكل اوتوماتيك. كيف ما قلنا، باش الطفل كيقفل السنين الوالدين كيحصلوا على واحد الكارت اللي كتقدم عند طبيب الاسنان كل مره مشيتي لعندو. ثاني حاجه اختيار طبيب الاسنان. الاباء يقدروا يختاروا طبيب الاسنان اللي يعجبهم واللي لقاو مناسب ليهم. المهم هذا الطبيب خاص يكون حتى هو مسجل في البرنامج ديال الباد. واخر حاجه هما تحديد المواعيد. من الواجب تحددوا مع طبيب الاسنان ديال ولادكم كاع الفحوصات اللي غديروا في العام، باش حتى الا كان عند الطفل شي مشكل الطبيب غادي يبدا معاه علاجات اللازمه من اقرب وقت. البادي برنامج مهم اللي ما خاصكمش تضيعوه، داكشي علاش الوالدين كيلعبوا دور مهم باش صحه الاسنان ديال ولادكم تكون دائما جيده. داكشي علاش غنعطيكم بعض التوصيات باش تستغلوا اكثر هذا البرنامج. اول حاجه طبقوا لولادكم عادات صحيه لاسنانهم. دائما تاكدوا باللي ولادكم كيغسلوا اسنانهم بطريقه صحيحه على الاقل جوج مرات في النهار، ومن الضروري يستعملوا الخيط الاسنان. راقبوا ولادكم كيفاش كيغسلوا سنانهم حتى يكبروا ويقدروا يغسلوهم بوحديتهم. ثاني حاجه هو النظام الغذائي، يكون متوازن وصحي. راقبوا ولادكم ما ياكلوش بزاف السكريات ولا الاغذيه المصنعه.
لأنهما الأسباب الرئيسي باش كيبدا التسوس في الأسنان الأطفال. وفر ولادك أغذية مالية بالفواكه، جميع أنواع الخضر، لأن كينفعوا بزاف لتطور الأسنان. وآخر حاجة هو زيارة طبيب الأسنان، ما تتسناوش حتى يبانوا الأضرار أو لولادكم يبدأوا يتشكاوا ولا يحسوا بالألم في سنانهم، عاد تديوهم طبيب الأسنان. زيارة عند طبيب كيخلي وتفادى جميع أمراض الأسنان قبل ما يولي شي مشكل كبير. العناية بالأسنان مسؤولية متشاركة بين المؤسسات العامة مخصصين في الأسنان والعائلة. البادي ما كيوفرش لك غير العلاج وصافي، وإنما أيضا كيلعب دور كبير في التعليم والوقاية. يعني هذا البرنامج ما كيركزش غير في العلاج، ولكن واحد من الأهداف الرئيسي ديال هذا البرنامج هو تاخذ احتياطات باش تفادى أمراض ومشاكل في المستقبل. كيوفر لك علاجات فين كيستعمل الفيلور اللي كيتفادى أضرار في اللثة وظهور تسوس الأسنان وأمراض أخرى. وطبيعة الحال الأطباء اللي كيشاركوا في هذا البرنامج كيوفروا نصائح علمية للأطفال والآباء باش يطبقوا في ديورهم عادات صحية الأسنان. المهم كيف ما قلنا، البرنامج عناية بالأسنان في أندلسية البادي كيضمن لجميع الأطفال الحصول على الخدمات طب الأسنان بلا مهم الحالة الاقتصادية ولا الجنسية ديال العائلة. هذا البرنامج كيعاون العائلات يطبقوا عادات صحية سواء في نظافة الأسنان ولا نوع الأغذية ديالهم. وكيف ما قلنا، هذه العادات النظافة الفمية تتبدا من الطفولة إلى مادة الحياة. داكشي علاش مهم تتبعوا مع طبيب الأسنان ديالهم. الآباء ما خاصهمش يضيعوا هذه الفرصة، من الأحسن يسجلوا أولادهم باش يستفدوا من العناية هذا البرنامج ويبداو يراقبوا سنيناتهم، لأن من وراء ما يقفلوا 15 سنة هذا البرنامج ما غاديش يبقى موفر لهم. ما كاينش أهم من صحة الأطفال ديالكم، داكشي علاش غادي يكون من الأحسن تسجلوا قبل باش تستفدوا من كاع داكشي اللي كيوفر لكم البادي. البادي كيوعد الأطفال تكون عندهم أحسن ابتسامة. إذا كانوا عندك أسئلة أخرى ولا محتاج معلومات أكثر، تقدر تتصل بنا أو تحضر الموقع الجمعية المغربية. غتقدر تلقانا في مالاغا، غرانادا، سيفيا، ألميريا والخفيرات، واجدين نساعدوك باش محتاجتي. ما تنساش تتابعنا في جميع الاشتباكات الاجتماعية باش ما تضيع حتى معلومة جديدة، ونتلقاو في الفيديو الجاي.